جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تطلب من فضيلتكم شيخ صالح التوجيه والإرشاد، كيف تكون محافظة على صلواتها ولا تصلي فرضا وتترك فرضا آخر؟ تكون محافظة على صلواتها إذا اهتمت بها واعتنت بها وأدت كل صلاة في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى بطمأنينة وأداء لأركانها وواجباتها وتحقيق لشروطها، تكون مقيمة للصلاة بهذه الصفة. إذا حافظت على صلواتها واهتمت بشروط الصلاة وحققتها واهتمت بأركان الصلاة وواجباتها وأدت كل صلاة في وقتها تكون من المحافظين على الصلوات. نعم.